نظام التحكم في سرعة نزول المنحدرات هو أحد الأنظمة المساعدة على القيادة على الطرق الوعرة، وهو يساعد تحديداً على تفادي السرعة الزائدة أثناء نزول المنحدرات الشديدة. لتشغيل نظام التحكم في سرعة نزول المنحدرات، اضغط على زر DAC. بمجرد تشغيل النظام، سيضيء المؤشر الخاص به. لاحظ أن هذا النظام لا يعمل إلا إذا كان نظام الدفع الرباعي مضبوطاً على وضع L4، وكانت سرعة السيارة لا تزيد عن 25 كيلومتر في الساعة. ولعمل النظام بشكل فعال، اترك ذراع تبديل السرعات على الوضع 1 أو 2. ولاحظ أيضاً أن فعالية نظام التحكم في سرعة نزول المنحدرات تعتمد على التضاريس والظروف المحيطة. يتعذر عمل النظام بشكل سليم عند قيادة السيارة على أرضيات زلقة كالطرق الموحلة أو المبللة أو المغطاة بالثلوج، أو عند قيادة السيارة على الطرق الغير معبدة. من الممكن أن يتسبب تشغيل النظام باستمرار ولمدة طويلة في سخونة الفرامل. في هذه الحالة سيتم إيقاف النظام مع إصدار صوت تحذيري وإضاءة مؤشر Traction Off. في هذه الحالة قم بصف السيارة في مكان آمن إلى أن تبرد الفرامل. عندها بإمكانك قيادة السيارة مرة أخرى، لكن تجنب تشغيل النظام إلى أن يطفأ مؤشر Traction Off. عند وجود خلل في النظام ستلاحظ التالي: عدم إضاءة مؤشر النظام عند تشغيل السيارة، عدم إضاءة مؤشر النظام عند الضغط على زر DAC، إضاءة مؤشر الانزلاق. عند ظهور أي من الحالات التالية، راجع وكيل تويوتا.